DJ Viva يلي سمع النداء احنا اصل انتو كده الجبهة دي متحددة والاعداء متأكدة خش بص حس حس باين بطة كبرت عايزة تتعين تظبط الكلمة تتلعن احنا سالكين ربك علي التعب مستمر كل فصل بك هقل انت مصنع جوه خل اوعى تعمل ياض مهم انا كابوس في الحلم وانت كومبارس في فيلم الف كوره شو تقسم عيش الخيال انا العلم العيا دي صبور مطالة انا ما بحبش ناس بغزالة نصبوا الخيمة وعمل الحالة جبت لهم قرار ازالة اتحفلت كل الناس اتكلمت والشني ما اتغفلت والشروط اتحددت بعدين هتعبر في العوج يفشخ عليك ويتعوج المادة فيهم بدلت كل الوشوش اتحولت كل الوشوش اتحولت يلا عايش بالرضا ده مفيش بعد كده مش هتدوم في الأسئلة هتكون كبش في ده شب شب عشان نشوفكم خف وراك عشان زينا انتو تمشي جنب زيتكم واسأل اي حد عملنا النزاهة في العقول والوسيلة في الفلوس ربع بيد البول واحنا بنعدي نفوس لما احضر بنزل غيمة واجيب الاشبال علمة احنا ماشيين مش حاسبنا برضو واسكن بنفسنا لا يا صاحبي مش فاضي مش هقل في الماضي لا بالعكس انا راضي انا جامد انتو عادي عندي رضا عندي عزيمه دماغكو بالنسبه لي قديمه النيه بيض عشان سليمه هتحاولوا مش هبانوا فينا احنا نمشي عكس الناس لما يبقى مفيش وصول ايوه صح عشان اساس بتحبوا الطريق المعدول بخلص الحاجه في وقتها التعرض مستمر كل فصل بك هقل انت مصنع جوه خل اوعى تعمل ياض مهم انا كابوس في الحلم وانت كومبارس في فيلم الف كوره شو تقسم عيش الخيال انا العلم عيش الخيال انا العلم عيش الخيال انا العلم